بسم الله. السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، في الحصة الثانية من الحصة التطبيقية تصحيح وضعية اختبارية نموذج تحليل ومناقشة نص فلسفي. تطرقنا في الحصة الأولى إلى مجموعة من العناصر، بالتالي سنقف عليها. تعرفنا على صيغة النص الذي سيكون عنوان للتحليل والمناقشة، هو أحد النصوص الفلسفية المبرمجة في سنة 2017 شعبة مسلك الآداب والعلوم الإنسانية. ثم تعرفنا على مطالب الإنشاء الفلسفي، المؤشرات والقدرات وسلم التنقيط، ثم حددنا كذلك درجة الأهمية، وكذلك وقفنا عند مراحل كتابة وتحرير إنشاء الفلسفي الأربع: مرحلة القراءة الكلية للموضوع، مرحلة وضع تصميم كلي للموضوع، مرحلة التحرير، مرحلة الإحصاء والمراجعة. ثم وقفنا بشكل اختزالي حول المضامين المعرفية المرتبطة بموضوع النص، كما قلنا موضوع الوضع البشري، مفهوم الشخص، إشكالية الشخص والهوية. وإن شاء الله سنعمل في هذه الحصة على الوقوف على الإطار التطبيقي من خلال تفعيل تلك المراحل التي حددناها في الحصة السابقة، هي مراحل كتابة إنشاء فلسفي، تحليل ومناقشة. وكما قلنا المرحلة الأولى هي مرحلة القراءة الكلية للنص. مرحلة القراءة الكلية للنص يمكن أن نقسمها إلى لحظتين: لحظة أولى وهي لحظة القراءة الاستكشافية، لأن عندما يكون لدينا النص نكتشفه أولاً، يعني هو أحد الصيغ الاختيارية إلى جانب السؤال والقولة، وبالتالي يجب أن نتعامل عليه معه بشكل دقيق، بشكل اختزالي. يجب بهذه الطريقة أن نقف فقط عند النص، لأن الموضوع الثالث أن أركز عليه أن أتجاهل تلك الصيغ الأخرى، لأننا مرهونين بزمن، زمن الامتحان، بالتالي يجب أن نختار وأن نثق في اختيارنا. إذا اخترنا النص، النص دائما عندما استكشفه يجب أن أعيد قراءته أكثر من مرة، وبالتالي خلاصة القراءة الاستكشافية، يعني عندما أقرأ النص ما أساس هوية الشخص، نحن لن نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص التي قد يستعان بها عادة للتعرف على هوية الشخص في وقت معين، ولكننا سنهتم بما هو ثابت ضروري لإثبات تفرده، بحيث إذا انتزعت منه أي صفة من هذه الصفات فإنه لن يظل هو هو. فقرة أولى، إن أول إجابة تخطر ببال عند مواجهة سؤال من قبيل هي أننا نعرف أنفسنا كما نعرف الآخرين اعتماداً على المظهر الجسماني، فهذه وسيلة التعرف على ما يقصد به هوية الشخص. فتبدو في نظرنا هنا مثلاً فتاة ذات شعر بني اللون، لون جلدها باهت، ترتدي ملابس ناعمة، لكن إذا افترضنا أن هنا غيرت لون شعرها وصبغته باللون الأشقر وتغير لون جلدها بعد تعرضه للشمس وراحت ترتدي أزياء أخرى، فإنها ستظل هي هي رغم كل ذلك. الفقرة الثانية، الفقرة الأخيرة، توحي التأملات من قبيل بأن هوية الشخص لا ترجع إلى أي مظاهر جسمية على الإطلاق، فإذا تصادف أن فقد شخص إحدى قدميه أو عينيه في حادث مريع فإن هوية الشخص قد لن يعتريها أي نقص، فالتفرد يرجع إلى شيء داخلي أكثر منه إلى شيء خارجي، أي أنه مسألة تمس العقل للبدن، وبذلك فهو يعود إلى أسباب غير مادية وليس إلى أسباب مادية. فالظاهر إذن أن فقدان الشخص للذاكرة أو لقدرة على التفكير قد يتسبب في حدوث تبدل في هوية الشخص على نحو لا يظهر في حالة فقدان عضو من أعضاء الجسم. وبعبارة أخرى، فإن تغير
فإن أي تغير عقلي كبير بالمقارنة مع كل تغير جسمي يمكن بسهولة أو يمكن بسهولة إدراكه بوصفه تغيرا في الهوية. النص دائما يكون مديلا بسؤال حلل النص وناقشه. بالتالي كما قلت النص يتكون من ثلاث فقرات: فقرة أولى، فقرة ثانية، فقرة ثالثة. ولكن يجب أن أقرأ النص ليس فقط قراءة شفوية بل كذلك قراءة كتابية، وأن أركز على مجموعة من المفاهيم، مجموعة من الحجج، مجموعة من الأفكار التي تعتبر مركزية والتي ستمهد لي للحظة الثانية، وهي لحظة تحليل النص. التحليل دائما يكون مرتبطا بلحظة استكشافية. كما قلنا النص يتكون من ثلاث فقرات، وبالتالي سأحلل ثلاث فقرات. ثم حددنا أن موضوع النص يعالج أساس هوية الشخص، وهذا واضح منذ بداية النص، حيث أنه طرح لنا سؤال: ما أساس هوية الشخص؟ ثم كذلك تكرار لكلمتي الشخص والهوية أكثر من مرة. بالتالي هذه الطريقة لتحديد مفاهيم النص ستساعدنا في تحديد موضوعه. الآن ننتقل إلى لحظة القراءة التحليلية. في لحظة القراءة التحليلية دائما يجب أن نعود إلى الإطار المرجعي، لأنني أحلل انطلاقا من ما يوصي به الإطار المرجعي، خصوصا في لحظة التحليل، لأنني لا أحلل بشكل عشوائي بل لدي مجموعة من الخطوات التي أجب أن أقف عندها: تحديد الأطروحة النص وشرحها، تحديد مفاهيم النص وبيان العلاقات التي تتربط بينها، ثم تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن أطروحة النص. هناك طريقة منهجية نعتمدها دائما، وهي تقسيم النص إلى فقرات. الفقرة الأولى كذلك يجب أن نقسمها إلى أفكار ونتعامل بشكل تفصيلي تقسيمي لهذه الأفكار. وأقترح عليكم أنه لتفعيل الأطر المرجعية يجب أن أسس جدولا تحليليا على هذا الشكل، يعني مطلوب مني استخراج الأفكار، استخراج الحجاج، شرح المفاهيم، استنتاج الأطروحة، والوقوف عند إشكال النص. وبالتالي سنتعامل بشكل عملي دقيق، وقوف عند كل فكرة. مثلا الفكرة الأولى: ما أساس هوية الشخص؟ في نظركم ما الذي يريد أن يقوله صاحب النص؟ لأن لكي أستخرج الأفكار يجب أن أطرح سؤال: ماذا قال؟ لكي أستخرج الحجج: كيف قال؟ ولكي أستخرج الأطروحة: ماذا يعني بقوله؟ هنا في نظركم ما هي الحجة؟ بطبيعة الحال هنا صاحب النص الحجة هي حجة السؤال، يتساءل عن أساس هوية الشخص. سؤال طرحه، ومن خلال هذا السؤال نستكشف بأن الحجة هي حجة التساؤل، والتساؤل هو أحد أهم معاني التفكير الفلسفي. في هذا السؤال لدينا مفهومين مركزيين: مفهوم الهوية، مفهوم الشخص. وسبق أن حددنا هذا المفهومين: مفهوم الشخص باعتباره ذات عاقلة، ذات مفكرة، ذات واعية قادرة على التمييز بين الصدق والكذب، بين القبح والجمال، بين الخير والشر، وقادر على تحمل مسؤولية أفعالها. مفهوم الهوية كذلك حددناه سلفا في الإطار النظري، هي الخاصية التي بموجبها يتطابق الشيء مع ذاته ويتميز عن غيره. وبالتالي يمكن أن نترجم السؤال: ما أساس هوية الشخص؟ إلى أسئلة، يعني ما هي الخاصية التي بموجبها يتطابق الشخص مع ذاته ويتميز عن غيره؟ بعبارة أخرى، من أين يستمد الشخص هويته؟ ننتقل إلى الفكرة الثانية، لأن الاشتغال هو اشتغال تفصيلي. الفكرة الثانية: نحن لن نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص التي قد يستعان بها عادة للتعرف على هوية الشخص في وقت معين. نلاحظ حجة ثانية
هو أنه يتحدث بالآن الجماعية، ولكن التحدث بصدد نفي واضح أن أساس هوية الشخص ترتبط بما هو هامشي عابر، لأن هنا يجب أن نميز بين ما يؤكده صاحب النص وما يدحضه، رغم أنه تحدث بالآن الجماعية، ولكن هنا يدحض ما يسمى التفكير الحس المشترك لأن تحدث عن عادة. بالتالي نفس العملية سنقوم بها في الفقرة الموالية، لكننا سنهتم بكل ما هو ثابت وضروري لإثبات تفرده. ما هي الحجة هنا؟ الحجة هي حجة الاستدراك، هي استدرك أن أساس هوية الشخص هو ما هو ثابت لإثبات تفرده، لأن يعني كما قلنا الهوية هي الخاصية التي بموجبها يتطابق الشخص مع ذاته ويتميز عن غيره. وهنا يمكن أن نجمع بين هاتين الفكرتين، الفكرة الأولى والفكرة الثانية والفكرة الثالثة، أن في الفكرة الأولى تساهل، في الفكرة الثانية دحض ونفد ونفى، والفكرة الموالية هو أنه يستدرك، أي أنه يؤكد فكرة أخرى. ثم لدينا الفكرة الأخيرة، بحيث إذا انتزعت منه أي صفة من هذه الصفات فإنه لن يظل هو. وبالتالي فهنا يؤسس لنا حجة أخرى، هو الاستدلال الشرطي، يعني يستدل بشكل شرطي أن تلك الخاصية المميزة للشخص هي في علاقة تلازم مع هويته، بحيث إذا فقد تلك الخاصية سيفقد هويته. وبالتالي نستنتج أن هناك حجة أخرى كما قلت، هي حجة التقابل، حيث تقابل بين الهامشي والعابر الذي نفاه لتحديد هوية شخص، وبين الثابت والضروري لكي يؤسس لنا أطروحته، وهي على الشكل التالي: هو أن أساس هوية شخص ثابت ضروري. وبالتالي فالسؤال أو الإشكال الذي تعالج هذه الفقرة: ما أساس هوية الشخص؟ يعني بهذه الطريقة التفصيلية فرغنا أفكار، فرغنا حجاج، فرغنا مفاهيم، فرغنا أطروحة، فرغنا إشكال. في نفس الطريقة سنعمل على تأسيسها في التحليل الفقرة الثانية، يعني بنفس الطريقة الفقرة الثانية كذلك يجب قراءتها وإعادة قراءتها، محاولة تقسيمها إلى أفكار، الوقوف عند ما سميناه الجدول التحليلي، الخروج بأفكار حجج مفاهيم أطروحة إشكال، وسنعمل كذلك على القراءة. هنا نفس المفاهيم المرتبطة بالفقرة الأولى هي نفسها الموجودة في الفقرة الثانية. إن أول إجابة تخطر ببال عند مواجهة سؤال من هذا القبيل هي أننا نعرف أو نعرف أنفسنا كما نعرف الآخرين اعتماداً على المظهر الجسماني الخارجي، فهذه وسيلة التعرف على ما يقصد به هوية الشخص. في نظركم ما هي الحجة؟ الحجة هي واضحة، هو أنه يقدم إجابة الحس المشترك، الإجابة التي نفى في الفقرة الأولى، باعتبار أن عادة نؤسس هوية الشخص بما هو خارجي، بما هو مرتبط بالمظهر، بما هو مرتبط بالجسد. بالتالي ننتقل إلى الفكرة الثانية، فتبدو في نظرنا هنا مثلا فتاة ذات شعر بني اللون ولون جلدها باهت وترتدي ملابس ناعم. ما هي الحجة؟ الحجة هو الاستشهاد بمثال هنا وتعرف على هويتها انطلاقا من المظهر الجسمي الخارجي. ثم الفكرة الأخيرة: لكن هنا لدينا استدراك، إذا افترضنا أن هنا غيرت لون شعرها وصبغته باللون الأشقر وتغير لون جلدها بعد تعرضه للشمس وراحت ترتدي أزياء أخرى، فإنها ستظل هي رغم كل ذلك. وبالتالي
فهنا لدينا الاستدراك لأن العلاقة هي علاقة شرطية. أوضح لنا في الفقرة الأولى هو أن الثابت والضروري في هوية الشخص هو الأساسي وليس هو الهامشي أي المظهر الجسماني، وبالتالي الاستدلال هنا استدلال شرطي، ولكن يشير إلى حجة أخرى ضمنية وهي البرهان بالخلف، بمعنى أنه لم يدافع عن أن هوية الشخص ثابتة ضرورية، بل حاول أن يبين عدم صوابية الأطروحة أو نقيل الأطروحة بأن هوية الشخص تتأسس على المظهر الجسماني الهامشي والعابر. بالتالي فأطروحة الفقرة الثانية وهي أن المظهر الجسماني ليس أساس هوية الشخص، وبطبيعة الحال الإشكالية الفقرة الثانية هو هل المظهر الجسماني أساس هوية الشخص. ننتقل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة، وفي نفس السياق سنتعامل مع فقرة ثم سنحاول تفريغها في أفكار، حجج، مفاهيم، أطروحة، إشكال. وبالتالي فهذه اللحظة التحليلية هي اللحظة الأساسية التي نشتغل عليها، وهي لحظة مركزية لديها مجموعة من المقاصد. وسنقف في نفس السياق باقي الفقرات، هو أننا نقسمها إلى أفكار جزئية توحي التأملات من هذا القبيل، بأن هوية شخص لا ترجع إلى أي مظاهر جسمية على الإطلاق. وبالتالي الحجة هنا هي حجة النفي، لكن هذا النفي بناء على تأملات. نقيد الفقرة الأولى، الفقرة الثانية التي انطلقت من أول إجابة، وهنا لدينا تأمل أي أنه يعطينا الأطروحة المرتبطة بالفكر الفلسفي. فإذا تصادف أن فقد شخص إحدى قدميه أو عينيه في حادث مريع، فإن هوية الشخص لن يعتريها أي نقص. هنا لدينا استدلال شرطي لنفس الفكرة التي أكدها في الفقرة الثانية، وهو أن المظهر الجسماني ليس أساس هوية الشخص، لأن من خلال استدلال بمثال الحادث المريع. وبالتالي ننتقل إلى الفكرة الثالثة، فالتفرد في هذه الفقرة يرجع إلى شيء داخلي أكثر منه إلى شيء خارجي، أي أنه مسألة تمس العقل لا البدن، وبذلك فهو يعود إلى أسباب غير مادية وليس إلى أسباب مادية. وبالتالي فهنا لدينا استنتاج، وهذا الاستنتاج مبني بشكل شرطي مع الفكرة السابقة، بحيث إذا كان المظهر الجسماني ليس أساس هوية الشخص فالنقيض هو الصح، أن أساس هوية الشخص ليس خارجي بل هو داخلي، ليس مرتبطة بالجسم البدن بل هي مرتبطة بالعقل، ليس مرتبطة بأسباب مادية بالأسباب غير مادية. وبالتالي هنا تكرار كذلك لحجة التقابل واضحة، حيث أن لدينا أطروحة ولدينا نقيض أطروحة، أطروحة ينفيها وأطروحة يؤكدها. وبالتالي ننتقل إلى الفكرة الأخيرة، الفكرة الأخيرة هي خلاصة النص، لأن لدينا هنا حجة الاستنتاج. فالظاهر إذا كان دائما النص ينتهي بالاستنتاج فذلك هو الأطروحة، بالتالي فالأطروحة توجد هنا. فالظاهر إذن أن فقدان الشخص للذاكرة أو لقدرته على التفكير قد يتسبب في حدوث تبدل في هويته على نحو لا يظهر في حالة فقدان عضو من أعضاء الجسم. وبعبارة أخرى، يعني بصيغة أخرى لاستنتاج ثاني، فإن أي تغير عقلي كبير بالمقارنة مع كل تغير جسمي كبير يمكن بسهولة إدراكه بوصفه تغيرا في الهوية. وبالتالي أضيفت لنا مفاهيم أخرى، مفهوم التفكير، مفهوم الذاكرة، مفهوم الجسد أو المظهر الجسماني، لنصل إلى الأطروحة وهي تركيب ما بين سائر الفقرات التي توقفنا عليها، هو أن أساس هوية الشخص ذاكرة تفكير ثابت ضروري وليس مظهر جسمي هامشي عابر. وبالتالي فإشكال
الفقرة وإشكال النص ككل هو هل أساس هوية الشخص تفكير وذاكرة. وبالتالي ننتقل إلى خلاصة القراءة الكلية للنص، يعني تعرفنا على النص، تعرفنا على الإطار المرجعي، على المضامين، تعرفنا كذلك إلى أطروحة التي سجلنا في الأخير أن أساس هوية الشخص فكري عقلي وليس مظهر جسماني. وبالتالي سننتقل بكم إلى اللحظة الثانية وهي لحظة التصميم الكلي للموضوع. يعني كان لدينا نص، ثم قمنا بالوقوف عند الإطار المرجعي، لدي خمس مطالب، ثم قمنا بتحليل هذا النص، وصلنا إلى أفكاره، حججه، مفاهيمه، وصلنا إلى الإشكال. وبالتالي سنقف عند هذه اللحظة التي تنبني على هذه العناصر، وسنتعرف بشكل دقيق على عناصر الإجابة كما هي واضحة في النموذج الذي اشتغلنا عليه، بحيث أن لا يجب أن نبدأ بالكتابة مباشرة، بل يجب أن نضع تصميما ينسجم ومتطلبات ومؤشرات ومعطيات الأطر المرجعية. بالتالي سيكون لدينا التصميم على شكل التالي: الفهم، يعني لحظة التقديم، الوقوف، ما هي العناصر المطلوب منا، يتعين على المترشح في معالجته النص أن يحدد موضوعه، والموضوع كما وقفنا عنده هو مفهوم الشخص، وهذا كشفناه في لحظة المفاهيم. ثم أن يصوغ إشكاله المتعلق بهوية الشخص، يعني هذا واضح من السؤال الأول في النص: ما أساس هوية الشخص؟ وإذا كان أساساً جسدياً أم عقلياً، هذا واضح من الأطروحة بأن الأساس عقلي وليس جسدي، ولكن هو نافع، ويطرح أسئلته الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل، يعني يجب أن طرح تساؤلات: ما الشخص؟ ما الهوية؟ ما أساس الهوية؟ انطلاقا من المفارقة، هل أساس مادي جسدي أم فكري عقلي؟ ولاحظتم بأن كل العناصر مرتبطة بالفهم قد اشتغلنا عليها في لحظة التحليل، وبالتالي لدينا سلم تنقيط تفصيلي أساسي. فإذا حددت الموضوع لدي نقطة، حاولت صياغة الإشكال نقطتين، ثم الأسئلة الموجهة للتحليل والمناقشة نقطة، لأنه هناك جانب شكلي يجب أن يكون هناك تماسك العرض. ننتقل الآن إلى لحظة التحليل. لحظة التحليل هي لحظة أساسية يتعين على المترشح في تحليله، كما حددت لنا الأطر المرجعية، تحديد أطروحة النص، شرحها، تحديد المفاهيم، بيان العلاقات التي تربط بينها، تحليل الحجج المعتمد في الدفاع عن تلك الأطروحة التي مفادها واستخرجناها، وأن أساس هوية الشخص فكري عقلي، وذلك من خلال العناصر التالية: تحديد مفاهيم النص، كشفنا أن هناك كثير من المفاهيم: مفهوم الشخص، مفهوم الهوية، مفهوم الجسد، مفهوم التفكير، مفهوم الذاكرة، وهذا تفريغ لذلك الجدول التحليلي الذي قمنا بتحليله معا. ثم بيان العلاقة بين هذه المفاهيم، والعلاقة هي علاقة تكامل تلازم، بحيث أن أساس هوية الشخص ثابتة وليست متغيرة، ترتبط بما هو مادي ليس بما هو ترتبط بما هو غير مادي وليس بما هو مادي، ترتبط بالعقل لا ترتبط بالبدن. وبالتالي فالفكرة هي أن أساس هوية الشخص هو الثابت الذي يضمن تفرده بانسجام مع تعريف الهوية باعتبارها الخاصية التي بموجبها تتطابق الشخص مادياتي ويتميز عن غيره. لكن الأطروحة السائدة التي نفاها صاحب النص هو أن نحدد هوية الشخص انطلاقا بالمظاهر الجسمانية الخارجية. ثم الاستدلال الشرطي: التغير الذي يعتري المظاهر الجسمانية لا يؤدي بالضرورة إلى ضياع هوية الشخص. إذن الأطروحة التي استخرجنا أساس هوية الشخص أساس عقلي،
وقد دافع صاحب النص عن أطروحته باستعمال مجموعة من الآليات الحجاجية كالمثال المقارنة الضحك. بالتالي هذه العناصر المؤسسة للحظة التحليل. توزيع النقاط هو على شكل التالي: تحديد أطروحة النص وشرحها نقطتان، تحديد المفاهيم وبين العلاقة بينها نقطتان، وتحليل الحجاج المعتمد نقطة واحدة. ننتقل إلى اللحظة أو الثانية في لحظة التحليل، وهي لحظة المناقشة، وهي لحظة أساسية فيها مجموعة من المؤشرات يجب الوقوف عند قيمة الأطروحة، إبراز حدودها، فتح إمكانات أخرى، وذلك من خلال التالي، يعني يتعين على المترشح أن يناقش أطروحة النص من خلال مسألة منطلقاتها ونتائجها بإبراز قيمتها وحدودها، وفتح إمكانات أخرى في الإشكال الذي يثير النص، ويمكن أن يتم من خلال ذلك يعني إبراز قيمة من أن التأكيد على ثبات هوية الشخص وترابط مكوناته. وهذه الأطروحة أكدها مجموعة من الفلاسفة. أهمية الجانب العقلي الفكري في تحديد هوية الشخص هو جانب أساسي. إبراز حدود الأطروحة أي إبراز تهافت ونقد هذه الأطروحة هو أن الذاكرة والتفكير يمكن أن يتعرض للمحو أو التلف، وبالتالي من الصعب حصر الهوية فيهما. يعني دائما يجب أن يكون هناك نقد إيجابي ونقد سلبي للأطروحة، تبيان قوة الأطروحة وتبيان تهافت هذه الأطروحة، لأن الفلسفة هي فكر نقدي. الهوية الشخصية تعلو عن ثنائية العقل والجسد، وقد ترتبط بما هو أبعد، مثلا الإرادة أو الغير. وهناك أطروحات فلسفية أكدت هذه الأطروحة. تعد الأبعاد هوية الشخص لأنها ليست فقط مادية بل هي فكرية، بل هي كذلك هوية اجتماعية. مثلا أنا مغربي، الآخرون ينتمون إلى مجتمعات عقلية لا شعورية، كما حددت المدرسة التحليل النفسي عند سيغموند فرويد، تاريخية. بالتالي توزيع النقاط هو على الشكل التالي: النقطة الأولى تسع له أهمية الأطروحة قيمتها وحدودها ثلاث نقاط، فتح إمكانات أخرى نقطتين. ننتهي إلى اللحظة الثالثة والأخيرة، وهي لحظة التركيب المرتبطة بالخاتمة. يعني الخاتمة لحظة مهمة، سلم تنقيط ثلاث نقاط فيها ثلاث عناصر، هي عملية استخلاص لما قمنا به في التحليل والمناقشة، ومع إمكانية وضع رأي شخصي مداهم، ويمكن ذلك بإبراز طابع الإشكالي لهوية الشخص وتعدد المواقف. يعني الاستنتاج هو أن هوية الشخص ليست فقط جسدية أو فكرية، بل هي مرتبطة بالإرادة، مرتبطة باللاشعور، مرتبطة بالمجتمع، مرتبطة بالغير، مرتبطة بالتاريخ، وأن تعدد المواقف والمراهنة على التكامل بين مختلف الأبعاد الجسمية والأبعاد العقلية والوجدانية وغيرها في تحديد هوية الشخص. كما قلت، لحظة التركيب هي لحظة أساسية، السلم تنقيط، الخلاصة التحليل المناقشة نقطة، أهمية الإشكال والإنهاء نقطة، إبداء رأي شخصي مدعم نقطة. بالتالي خلاصة لحظة التصميم هو أن كان لدينا نص، استعانة بالأطر المرجعية والمطالب والقدرات وتحديد درجة الأهمية، ثم وقفنا عند التحليل. الآن ننتقل إلى اللحظة الثالثة من مراحل الإنشاء الفلسفي، ولحظة الكتابة. وهنا سأتوقف فقط عند توجيهات: يجب أن تكون هذه الكتابة مبنية كما قلت على التصميم، وفي التصميم لدينا كل أشياء، يكفي أن نربط بينها بشكل منطقي بشكل لغوي، نقف عند كل هذه المراحل بشكل دقيق، ولا نترك العملية للصدفة أو الاحتمالية. ثم ننتقل إلى اللحظة الأخيرة، وهي لحظة الإحصاء والمراجعة. يعني يجب أن أضبط الزمن، زمن الامتحان ثلاث ساعات، أن أترك فترة لكي أراجع وأحصي تلك النقاط التي وقفت عندها. ثم الخلاصة لهذه العملية: كان لدينا نص،
هذا النص حددنا الأطر المرجعية التي تحدده انطلاقا من المذكرة المنظمة لامتحان الوطني خاص مادة الفلسفة، ثم قمنا بالوقوف إلى العناصر التحليل المناقشات التصميم التحرير، وهذه العملية إن شاء الله تتوج بكتابة إنشائية متميزة. وشكرا على انتباهكم.